أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بالعناوين. جاء في موقع الهيئة: الميليشيات تبتز أهالي الموصل وتفرض عليهم الإيتاوات. المدى عنونت: مسؤول أنباري، مخيمات عشوائية تحوي أعداد كبيرة من النازحين. ونطالع في الزمان: بغداد وأربيل تواجهان مشكلة الفراغات الأمنية بعد هجوم لداعش. نتصفح في العربي الجديد: رافضون نتائج الانتخابات يفشلون باقتحام المنطقة الخضراء ومحاولة وساطة جديدة مع الصدر. نقرأ في القدس العربي: ماكرون يحاول حل الأزمة بين لبنان ودول خليجية بعد استقالة قرداحي. وجاء في اندبندنت عربي: الخلافات تهدد مباحثات فيينا والغرب يقيم مقترحات إيران. نطالع في الشرق الأوسط: بلينكين يشكك في جدية إيران للعودة للاتفاق النووي ويشير إلى خيارات أخرى. أهلا بكم. إذا ما تذكرنا أن إيران كانت هي الحارس لنظام المحاصصة الطائفي في العراق، فإن واحدا من أهم عناصر فشل ذلك النظام أنه لم يكن وطنيا، وقيام حكومة تستند إلى أغلبية سياسية بأهداف وطنية، بمعنى حكومة غير خاضعة لإيران، ذلك ما سيطول أمد انتظاره. فاروق يوسف يتساءل في صحيفة النهار العربي: هل ما يجري هو تشكيل حكومة قوية أم صراع طويل الأمد في العراق؟ الأحزاب الموالية لإيران لن ترضى أن تكون هزيمتها الانتخابية قاعدة لمستقبل علاقتها بالنظام السياسي الذي تعرف أنه سينأى بالعراق عن أجندتها، إضافة إلى أنها ليست مستعدة للتنازل عن مناطق نفوذها ومكتسباتها المادية التي يدخل جزء منها إلى دورة الاقتصاد الإيراني. تلك عقدة قد لا يتمكن الفائزون في الانتخابات وفي مقدمتهم مقتدى الصدر من القفز عليها، كما أن التعامل معها إيجابياً لن يكون بالأمر الهين، فما تطالب به الأحزاب يقع في المنطقة الرمادية التي تتساوى فيها الأطراف السياسية الفائزة والخاسرة على حد سواء، وهو ما يشكل عملياً إلغاءً لنتائج الانتخابات والعودة إلى نظام ما قبلها في هذه الحالة. هل يمكن تقريب المسافة تحاشياً لصدام متوقع قد يؤدي إلى انفجار الوضع المتأزم، أم أن تلك المسافة ستتسع مع الوقت في لعبة شد الأعصاب؟ ليس الصدام المسلح بين الطرفين مسموحاً به، لا أمريكياً ولا إيرانياً، على الأقل في الوقت الحالي، في انتظار ما تسفر عنه المفاوضات غير المباشرة التي تجرى خفية أو عن طريق إطلاق التصريحات الفردية التي تبدو كما لو أنها بالونات اختبار يراد من خلالها الإيحاء بأن التقارب أمر ممكن، من غير أن تكون التنازلات قاصمة للظهر. الكاتب يرى أن مرحلة الإصلاح التي يعد بها الصدر ستكون مرحلة لنزاع يمتد من ساحات القضاء إلى ساحات القتال بين الحكومة والميليشيات. في تلك الحالة فإن الفوضى السياسية والاقتصادية ستستمر، ولن يكون الانتقال السلمي للسلطة إلا واجهة زائفة لحقيقة استمرت ولحقيقة استمرار الأحزاب في ممارسة نفوذها السابق وتمتعها بامتيازاتها من غير نقص. مع اقتراب الأوضاع الخاصة بوصول نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق عبر بوابة المحكمة الاتحادية إلى نهاياتها القانونية، تجدد الحديث عن خياري النتائج النهائية للخريطة السياسية في العراق. فارس الخطاب يرى في صحيفة العربي الجديد أن تحركات كتل إطار التنسيقي
غايتها التفاهم على تشكيل حكومة توافقية بدل حكومة الأغلبية، وبهذا يكون الجميع جزء من الكعكة الخاصة بتوزيع الوزارات والمصالح الحكومية. مع تصاعد حدة الضغوط النفسية والأمنية التي تمارسها القوى الخاسرة وتهديدها بإثارة الفوضى بما يمنع تهيئة أجواء مناسبة وآمنة لتمرير عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، يتحرك الصدر أيضاً صوب الأكراد والسنة لتشكيل تحالف يضمن تمرير وزارة عبر مجلس النواب الجديد. ولعل من المفيد القول إن دعوة الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية معتمداً على تحالفاته المتوقعة مع السنة والأكراد لا تعني أن هذه الحكومة هي خارج عباءة المحاصصة الطائفية التي خرج الشعب العراقي وعلى امتداد عقدين كافراً بها، بل هي نتاج المحاصصة التي أفرزتها انتخابات المحاصصة أيضاً. يراقب العراقيون الأوضاع بقلق شديد، فكل عراقي يعلم أن القوى السياسية والأحزاب في العملية السياسية أسست لنفسها لجاناً اقتصادية داخل كل وزارة لتمويل أنشطة الحزب أو التكتل، لذلك يبقى الخوف والتحسب دولياً ومحلياً من لجوء قوى الإطار التنسيقي إلى السلاح في حال عدم إشراكها بتشكيل حكومة توافقية، وخصوصاً أن هذه القوى تعلم أن لدى أنصار التيار الصدري القدرة على اختراق كل قوى الجيش وقوى الأمن الداخلي إذا ما نجحوا في تشكيل حكومة الأغلبية، بما يعني سحب البساط من تحت أقدام ميليشياتهم. الكاتب يضيف أن الحقيقة التي ستفرض نفسها في نهاية المطاف هي أن المحكمة الاتحادية لن تعطي قرار تصديقها على نتائج الانتخابات حتى يكون هناك اتفاق ضمني على توافقات بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وإن تم هذا لن يكون للانتخابات التي جرت أو التي ستجري أي معنى. سلطت صحيفة The National الضوء على التداعيات الخطيرة التي يواجهها العراق بسبب أزمة المياه وارتفاع درجات الحرارة وسوء استخدام مصادر الطاقة. وقالت الصحيفة أنه بينما قدمت الدول تعهدات طموحة لإزالة الكربون من اقتصاداتها في قمة المناخ، ظل العراق صامتا في تلك القمة. تبدو المشاريع الخضراء في العراق مثيرة للإعجاب لأنها تبدو على الورق فقط، بما في ذلك برامج الطاقة الشمسية وزراعة ملايين أشجار النخيل وإدخال تكنولوجيا أكثر كفاءة لتوليد الطاقة. كان التحول إلى الطاقة الشمسية عملية بطيئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى قلق الشركات الأجنبية بشأن مشاريع الطاقة الكبيرة في العراق. العديد من مشاريع الطاقة الشمسية لم تغادر بعد مرحلة التخطيط، لا يزال البعض الآخر ناشئاً. في الوقت الحالي يأتي حوالي 76% من إمدادات الكهرباء في العراق من حرق النفط، بينما يوفر الغاز الجزء الأكبر من الباقي، كما أن الغاز الطبيعي وفير أيضاً وهو منتج ثانوي لاستخراج النفط، ولكن الحصول عليه ومعالجته مكلف. وبدلاً من التقاط الغاز تختار العديد من شركات النفط حرقه، وهي ممارسة ملوثة للغاية ومهدرة للغاز. على الرغم من تمسك العراق بجاذبية عائدات النفط وحرق الهيدروكربونات لتوليد الكهرباء، فإن أسباب دعم التحول الأخضر العالمي أصبحت أكثر وضوحاً. ويصنف برنامج الأمم المتحدة للبيئة العراق على أنه خامس دولة معرضة للخطر في العالم من حيث انخفاض المياه وتوافر الغذاء ودرجات الحرارة القصوى. وكلما زاد دفء العراق ازدادت حالات الجفاف المتكررة، مما يرفع ملوحة التربة إلى مستويات تجعل الحقول غير صالحة للزراعة. وتختتم الصحيفة بالقول أنه من المتوقع أن يسجل العراق زيادة ملحوظة في درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين وانخفاضا بنسبة 9% في هطول الأمطار بحلول عام 2050.
وستكون مستويات الحرارة هذه لا تطاق لنسبة كبيرة من الناس، ويمكن أن تثبت القشة التي قسمت ظهر البعير للعراقيين المنهكين بالفعل من ضعف إمدادات الكهرباء. أشار موقع فورين أفرز الأمريكي مقالا كتبه فالي نصر توقع فيه انتعاش الصراع الطائفي في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة التي أسماها فترة ما بعد انسحاب أمريكا من المنطقة. وأوضح الكاتب أن شعار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ينادي بإنهاء الحروب الأبدية وفك ارتباطها بالمنطقة للتركيز على التحدي الذي تمثله الصين يهدد بترك فراغ سياسي تملأه الخصومات الطائفية، مما يمهد الطريق واسعا لمنطقة أكثر عنفا وغير مستقرة. الكاتب يرى أن الصراع على الأسبقية الجيوسياسية بين إيران والدول العربية وتركيا يؤجج الصراع في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي إلى تآكل المواثيق الاجتماعية وتفاقم اختلال الدولة وتحفيز الحركات المتطرفة، ونتيجة لذلك فلا يزال الشرق الأوسط صندوقاً من البارود. وأشار الكاتب إلى أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 هو الذي سمح لإيران بتوسيع نفوذها بشكل كبير في العالم العربي، فمنذ ذلك الوقت لعبت طهران بخبرة على الولاءات الطائفية لتمكين شبكة من الوكلاء المسلحين التي تمتد الآن من لبنان وسوريا إلى العراق واليمن. وقال الكاتب إن برنامج إيران النووي يشكل مظلة تحمي وكلاءها في جميع أنحاء المنطقة، مما يعزز بدوره نفوذ إيران بشكل أكبر. وبالتالي كلما كانت المظلة النووية أكثر اتساعاً ومرونة زادت فعالية الوكلاء الذين يعملون تحت حمايتها. وأضاف الكاتب أن ضرورة الحفاظ على نفوذ إيران في العالم العربي جزءاً لا يتجزأ من الحسابات الاستراتيجية للدولة العميقة في إيران، والميليشيات التي بنتها طهران لهذه المهمة هي حقائق على الأرض في جميع أنحاء المنطقة. لكن رغم كل الانتصارات الإيرانية الأخيرة فإن الصراعات الطائفية التي تعصف بالشرق الأوسط لم تنتهي بعد. وختم الكاتب مقاله بالتأكيد على أنه ومن دون ترتيب أمني جديد ستكون الفوضى والصراع القائم سمة النظام السائد، وأن عودة التطرف المسلح وشبح المزيد من الانهيار للدول والحروب الكبيرة والصغيرة على الأراضي والموارد والصراع المفتوح مع إيران ستكون لها عواقب أمنية وإنسانية كارثية ستتطلب حتما اهتماما أمريكيا متجددا. اتهمت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إيران بالتصرف بطريقة خطيرة في المحادثات النووية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015. وأضافت الصحيفة أن إيران بعد يومين فقط من استئناف المحادثات مع القوى الدولية لإحياء الاتفاقية شبه الميتة نشرت تقارير عن قيامها بتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة متطورة في منشئة فوردو النووية. كان الكشف عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم هو الإشارة الأخيرة عن المدى الذي وسعت فيه طهران من برنامجها النووي منذ قرار ترامب التخلي عن الاتفاقية في عام 2018. ورداً على إعادة فرض أمريكا العقوبات على إيران، حللت الأخيرة نفسها من بنود الاتفاقية وحققت تقدماً مهماً. وبناءً على اتفاقية 2015، فمن غير المسموح لطهران تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، فهي لم تعد للنشاطات من جديد، بل تقوم بمعالجة اليورانيوم بنسبة 20% وأعلى من نسبة 3.67% المتفق عليها في الاتفاقية. وفي منشأة أخرى فإن نسبة نقاء اليورانيوم تصل إلى 60% وهي أعلى نسبة وقريبة من معدل إنتاج الأسلحة. وبات لدى إيران مدة اختراق، وهي المدى الذي تحتاجه لتجميع كميات من اليورانيوم المخصب لإنتاج القنبلة النووية.
وقد انخفض من عام عندما بدأ العمل بالاتفاقية إلى شهر. كل هذا يؤكد السبب الداعي لإحياء الاتفاقية، لأن الوضع وصل إلى منعطف خطير. وترى الصحيفة أن رغبة إيران بضمانات قد تكون مفهومة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لكن طهران تعرف أنه من المستحيل على رئيس أمريكي القبول بهذا الشرط، بالإضافة لرفع كل العقوبات، وسيكون من السذاجة بمكان لو اعتقدوا بهذا. الصحيفة تضيف أن إيران التي لا تزال تنكر سعيها لتطوير أسلحة نووية تحاول زيادة أوراق الضغط في المحادثات النووية، وستظهر موقفا واقعيا وعليها ألا تنتظر طويلا، ذلك أن الإطار الزمني للدبلوماسية يضيق مع كل توسع نووي تقوم به. يبدو من مسار الاستعدادات للانتخابات الليبية أنها لا ترضي الأطراف كافة، وقبل أن تجري هناك متضررون منها وهناك مستفيدون، وهذا طبيعي جدا في أي تجربة يكون الاحتكام فيها إلى صناديق الاقتراع. بشير البكر يقول في صحيفة العرب الجديد أن شرط قبول اللعبة والدخول فيها هو احترام مجرياتها ونتائجها التي لن تحقق مصالح جميع الأطراف على قدم المساواة نفسها. في أي انتخابات ديمقراطية هناك طرف مستفيد أكثر من بقية الأطراف، هو الذي يحصل على الأكثرية، ولكن شريطة أن يتم ذلك على أساس احترام القانون ورفض تزوير العملية الديمقراطية وتوظيفها لتصبح أداة بيد من يمتلكون السلطة والمال والنفوذ. وفي حالة ليبيا يتطلب الأمر أن تجري الانتخابات وفق أسس وثوابت تعلي من القواسم المشتركة، أولها ألا يتم السماح لمجرمي الحرب بترشيح أنفسهم، وهذا يفترض أن تقتصر المشاركة على شخصيات لا غبار عليها وغير متورطة بالقتل والفساد وإثارة الانقسامات، وتحظى بتوافق الليبيين بكل حساسياتهم السياسية والقبلية والمناطقية، وقد يكون ذلك مطلباً مثالياً في هذا الوقت. ولكن مسار المسألة الليبية منذ بداية العام الحالي برعاية الأمم المتحدة يؤكد أن ليبيا تواقة للخروج من النفق وغنية بالخبرات والكفاءات القادرة على رسم طريق جديد يتجاوز المصاعب الراهنة ويعالج مشكلات الماضي. إجراء الانتخابات مهمة وطنية في هذا الظرف قبل أن تكون ميدان تنافس انتخابي، لأنها ستكون أول عمل توحيدي شامل يجمع الليبيين بعد عقد من الاختلافات والانقسامات والحروب، وستكون تمريناً مهماً على التلاقي بين الجهات كافة. وأهم نتيجة لها غير منظورة حتى الآن أنها ستقبر مشاريع التقسيم التي كان يعمل من أجلها بعضهم. وبحسب الكاتب فإن الانتخابات أحد مفاتيح الحل الليبي، هي البداية وأول تمرين على استعادة البلد من التمزق وهدر الثروة الوطنية ورهن القرار الوطني، ومنها يبدأ الطريق الطويل لبناء ليبيا جديدة تقوم على تفاهم أهلها مع بعضهم البعض. وفي خبرنا اليوم، طور علماء من جامعتي سيدني ونيو ساوث ويلز الأستراليتين عينات إلكترونية لاستعادة الرؤية للمرضى الذين يعانون ضعفاً شديداً ناجماً عن الأمراض التنكسية مثل التهاب الشبكية الصباغي. ويتكون الجهاز هذا من مكونين رئيسيين يحتاجان إلى زرع محفز متصل بالعين مباشرة ووحدة اتصال موضوعة تحت الجلد خلف الأنف، وتلتقط كاميرا صغيرة جدا المشهد البصري الذي أمامها، وتتم معالجة الصورة وترسل لاسلكيا عبر الجلد إلى ترسل عبر الجلد لاسلكيا إلى وحدة الاتصالات الخاصة بالطرف الصناعي، وتفكك الصور في شفرات تنقل إلى وحدة التحفيز التي تحولها من جانبها إلى نبضات كهربائية وإلى الخلايا العصبية في شبكية العين بأنماط مطابقة للمشهد الحقيقي الذي تراه العين الإلكترونية.
هذا وأجرى العلماء تجاربهم على الأغنام لملاحظة كيفية استجابة الجسم عند زرع الجهاز هذا، وهو عبارة عن كومة رقيقة من الخلايا العصبية الشبيهة بالخلايا العصبية التي تبطن الجزء الخلفي من العين البشرية، وتحول الخلايا الموجودة في إحدى الطبقات الضوء الواردة إلى رسائل كهربائية يتم إرسالها إلى الدماغ. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.